انت عزفت؟ نعم يا ماما. قوم يلا عشان هتروح تجيب لي طلبات. يا ماما وكل حاجة انا مش قادر يا ماما، عندك اخويا الصغير ولا ده اللي عند امه مش نازل، خليه هو اللي يروح يجيب. مفيش حد هيروح غيرك وانت اللي هتروح. وانا قلت يا ماما مش نازل. يا ابني هندهلك لابوك، اقسم بالله قوم روح. اندهيله، ان ابويا مش هيرضى بالظلم، روحي كمان قولي له وهيقولك. هندهلك ابوك. يا ماما روحي. طب ماشي والله العظيم اللي هندهلك ابوك. ما تقوم تشوف ابنك ده، بقول له ينزل يجيب الطلبات البيت كلها، مش عايز ينزل. يا شيخه حرام عليك، الواد رايح جاي رايح جاي، ونعم وحاضر وما بيحضرش على اي حاجه. ما تبعتي بقى لابنك اللي جوه ده اللي عماله تدلع فيه. اهو بصي اهو، بابا ما بيرضاش بالظلم، ابعتي اخويا الصغير. وانت تقول لابنك الصغير، وده هيقول لابنك الصغير في ايه؟ اوعي. ايوه اوعي اوعي. بابا يا بابا. ايه؟ قوم نام جوه على سريرك بدل انت نايم هنا، وانا بصحيك العصر. ماشي بس بقى صحيني. ماشي حتى انا كمان هدخل انام شويه دوله، بس برضه هصحيك العصر. ماشي. فرصتي الاتنين دخلوا ناموا عشان تبقى ما تسمعش كلامي تاني. ماشي انا بقى ما تسمعش كلامي. والله لو وردي ابوك اللي انت فرحان بيه ده، لا خليه هو اللي ينفخك. My love, 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 my love. ايه ده؟ مفيش my love. انا كده كل اللي خططت له هيفشل. لا هدور تاني. محمد احمد ابراهيم حسين كمال محمد ابراهيم ابو عباس ابو عباس عويس محمد محمود الممحرات المبيض. ايه الاسم الغريب ده؟ مش مهم وانا هناسبه اللي بقى. ده من امتى هو ابني بيهتم بالمحاره والبياض؟ يبقى هو ده الرقم صح. الو الو. ايوه يا حبيبي. انا مش حبيبك، انا مامته. ايه ده عبير معايا؟ ما تخافيش ما تخافيش، ما انا عارفه كل حاجه. محمد قال لي على كل حاجه ومقدره على كوكم الجميله دي. شكرا كتير قوي والله يا طنط. ربنا يخليك. بس انت كنت متصله من رقم محمد في حاجه؟ كنا عايزين نعمل لمحمد مفاجاه. دي مفاجاه ايه؟ مالكيش انت دعوه باي حاجه، انت هتيجي بس البيت وهتعرفي كل حاجه لما تيجي. خلاص ماشي تمام. بس ما تعرفيش محمد ان انا اتصلت عليك ولا اي حاجه. خلاص ماشي، وانا عيله صغيره مسافه السكه واكون عندك. وتيجي قدام البيت وما تدخليش الا لما اديكي رنه. تمام تمام. مش هدخل البيت الا لما اديكي رنه. ماشي سلام. ماشي ما وريتك. يا نهار ابيض، العصر الدن راح اصحي بابا. ده صحي. الو انا هفتح لك الباب وتخش على طول، تخش على اوضه على طول يا ست. الاوضه اللي تخش. بص بص انا بقى لك عليها، بقى لك عليها وتدخلي عليها. ماشي سلام بسرعه. ايه ده اخيرا جيت يا محمد. انت اللي جابك هنا؟ انا. ماما. ايوه ماما. مالك مستغرب لك كده؟ عاملين لك مفاجاه وجبت لك صاحبتك. مفاجاه دي يا ماما؟ مش هقول لك على اي حاجه، ادخل انت بس اقعد اتكلم مع صاحبتك شويه وانا هجيلكم. خلاص داخل. تعال ادخل يا حاج، شوف ابنك وتربيتك، جايب بنات لحد البيت. في يا ماما؟ يا طنط في ايه؟ روني الكلب ده. ايه ده؟ اما الجميل اسمه ايه؟ اسمي ريحاب. ريحاب. وانت لسه هتسال على اسمها؟ شوف مصيبه ابنك. يلا مين دي؟ دي سعد يا تفضل تدهته من دي وجايبها لي هنا يا بابا. والله ما انا ما انا هفضل اسالك ليه؟ ما انا هضرب على طول. دي احسن دي. لا
اسمع كلامي بعد كده. اديله جدع يا حاج. اتلقح هناك كده قطك القرف. تسلم ايدك. تسلم ايدي. هي تسلم صحيح، ما انت عشان هتجربيها دلوقتي. قلتلي بقى الجميل اسمه ايه؟ ريحاب. اسمي ريحاب. الله، اسمي جميل قوي. مش هتطلب لي حاجة؟ ها؟ اطلب لي حاجة بقى. من عينيا الجوز وصوابع اللوز. عينيا ان شاء الله تتعمي. فين انت وانت لسه هترغي؟ شبشبي اعمل لي معاهم الواجب. اسكندا ولا دي؟ خلاص كفايه كده.